هنخش بقى في الحته الحلوه المشرقه. يلا بينا بقى. علاقه محمد رشاد بغاده معروفة على السوشيال ميديا وكلنا واخدين بالنا كده وشايفين ان في علاقه حب من ما شاء الله يعني الحمد لله بيمسك الخشب وكل حاجه لله. بس احنا محدش عارف القصه جت ازاي، اتعرفتوا على بعض ازاي؟ يعني انا عندي فضول، كلنا احكي لنا. بصي، هو يمكن يعني غاده معرفتي بيها كان نصيب من ربنا، يعني هو ربنا دايما بيعرف اللي هو ايه، بيعوض ناس ببعض او الطيبين للطيبين. فانا بشوف ان غاده من الناس الطيبه الحمد لله اللي انا عرفتهم في حياتي. فهو نصيب، يعني نصيب ان انا وهي نتقابل. لا انت هتحكي لنا، بص بقى كله نصيب وكله ناس مش عارف. يعني احكي لي كده، انا شفتها اعجبت بشكلها، لا ما حصلش كده، حصل تاتش ما بينكم؟ ده اللي عمل شرارة الحب الاولانيه؟ لا لا اكيد انا معجب بشكلها وبشخصيتها من اول ما شفتها، يعني اول ما شفتها يعني اعجبت بشكلها. غاده كده اعجبت بيها جدا، ده ذوق محمد رشاد جدا. اوكي، يعني هي ما شاء الله عليها جميله الطبع والطباع الحمد لله، يعني والخلق كمان وكل حاجة. فأنا لما شفتها عجبت بيها. بعد كده بقى مع تكرار المواقف ان احنا يعني اول حاجة في الاول كان ان انت شفتها شكلها كانت بنوتة لطيفة. فانت من الناس اللي هي الانطباعات الاولى عندك هي اللي بتفرق معاك، الانطباعات الاولى دي بيحددها بعد كده المواقف والتصرفات اللي بتحصل قدامك. سواء المواقف دي يعني بتبين بقى اللي قدامك ده فعلا حد كويس، التصرفات بتاعته، انفعالاته، شكله بيبقى عامل ازاي، كل ده بيبان من الكلام ده. لا هنرجع نقول في الحب بقى دلوقتي. احنا شفنا بنوته حلوه كده اسمها غاده، يعني الحمد ايه لله. محمد حس ان هو معجب بيها كده وعجبته. بعدين بقى ايه اللي حصل؟ يعني انا مثلا اكيد بقى يعني زي اي راجل بقى عايز اشوفها المقابله الثانيه، عايزه اتاكد بقى وابعت لها مسج على اساس لا ده لا شغل. لا بس غاده انا عرفتها عن طريق ناس اصحابنا، يعني هي كانت صاحبه مرات حد صاحبي. واتقابلنا في عيد ميلاد مرات صاحبي ده وشفت غاده، كانت من ضمن الناس الموجودين، بس انا ارتحت لها، يعني انا ارتحت لغاده اول ما شفتها. بعد كده ابتدينا نبقى زي اصدقاء، يعني بنتقابل في 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 خروجات مثلا، في اعياد ميلاد، في الكلام ده كله، في مواقف عامه، فابتدينا نبقى اصدقاء بنتكلم مع بعض. يعني كانت صداقه عادي، ما كانش في دماغك ولا لا؟ البدايه كانت كده. لا لا البدايه كانت طيب. عاديه. طيب بعد كده الموضوع بقى خلاص بقى الحمد لله، يعني بقى في حب متبادل من الناحيتين، وبعد كده الخطوبه وخلاص بقى. ايه اكتر حاجه بتلفت نظرك وتجذبك للست اللي قدامك انا كده احبها، والحاجه اللي تخليك لا اول ما تشوفها حتى لو كانت حلوه او جميله او نقول ايه الستايل اللي بيحبه محمد؟ لا انا دي بس انا بحب الست نقول الذكيه اول حاجه يعني اللي انا بحب الست الذكيه جدا، والست اللي بتعرف تتصرف في اي موقف بذوق ومن غير ما تغلط، من غير ما يبقى فيه نيرف او عصبيه. انا احب الست اللي هي عارفه تتعامل مع كل المواقف بذكاء من غير ما يبقى فيه اي حاجه تضايقها او تعمل مشكله، يعني انا بحب ده. طبعا الست جميله يعني اكيد طبعا، متزنه اكتر في انفعالاتها جدا. هي غدا كده ما شاء الله.